خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر خاصة المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس ليتحسن الطقس لتصبح الأجواء غائمة جزئيا تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات. الرياح ستشتد على الوجهة الغربية تصل لغاية 70 كيلومتر في الساعة. أما جنوبا فالأجواء تبقى مستقرة عادة سحمنة والعالي ستنتشر على أقصى الجنوب كذلك منطقة الثورة. زوابع عملية ستنشط بكثرة على كل من مناطق الجنوب الغرب شرقي أقول منطقة الثورة لتلتحق على المناطق الغربية الداخلية. أما خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد درجتين فقط فوق الصفر على باتنا مقاييس ما بين 11 لغاية 14 درجة على السواحل 13 درجة على ولاية بشار 11 درجة على ولاية تندوف 14 درجة على تمنرة سترتفع إلى لغاية 21 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في ارتفاع الواجهة الساحلية مقاييس ما بين 23 لغاية 27 درجة ننتظر 24 درجة على غردية 22 درجة على تندوف 33 درجة على كل من أدرار كذلك إن صلح لترتفع لغاية 38 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد هناك تموج على الواجهة الغربية رياح ستشتد تصل لغاية 70 كيلومتر في الساعة بينما بحر قليل اضطراب الى مطر محليا على السواحل الوسطى وكذلك الشرقيه. رياح ستشتد على الوجهه الوسطى تصل الى 50 كم في الساعه تبقى ضعيفه على السواحل الشرقيه والبقيه تقول ان شاء الله خلال يوم الجمعه بعض الامطار على المناطق الوسطى وكذلك الغربيه اكثر استمراريه على الواجهه الساحليه الوسطى مع رياح قويه. بعد الثلوج خلال الصباح الباكر على المرتفعات والقمم الجبليه الغربيه بعض الامطار على شكل زخات رعديه على منطقه الثوره. درجات الحارة في استقرار. خلال يوم السبت نهاية الأسبوع تحسن في حال الطقس على الواجهة الغربية لكن بقايا الأمطار على المناطق الوسطى تحت وقع الرعود سحب عابرة على الواجهة الشرقية أجواء مغشاة ورعدية على منطقة الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب ومناطق الجنوب الشرقي. خلال بداية الأسبوع عودة الأمطار على كافة المناطق الشمالية على الواجهة الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب خاصة على المناطق الوسطى تحت وقع رعود رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية أجواء رعدية على مناطق الصحراء الوسطى كذلك الحدود المالية الجزائرية ومناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة دائما في استقرار لكن ترتفع على أقصى الجنوب. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 7:03 وللتواصل معنا نحو